أحسن الله إليكم. يقول: هل الذي يؤدي الزكاة غير كاملة هل حكمه حكم المرتد؟ الذي يؤدي الزكاة غير كاملة يبقى في ذمته ما لم يخرجه منها، يكون دينا في ذمته، لا تبرأ ذمته إلا بإخراجه، لأنه حق لله سبحانه وتعالى، ثم هو حق للفقراء والمساكين، فيجب عليه إخراج الزكاة كاملة. لكنه لا يرتد إلا إذا جحد وجوب الزكاة، إذا جحد وجوب الزكاة فإنه مرتد، أما إذا منعها أو منع شيئا منها من باب البخل فإنه يكون فاعلا لمحرم وكبيرة عظيمة، ويجب على ولي الأمر إلزامه بإخراج الزكاة، فإن امتنع فإنه يأخذها منه قهرا ويوزعها على مستحقيها.